السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي جايبة لكم معلومة حلوة جدا. المعلومة ديت بقى هتبقى عبارة عن إيه؟ لو أنت عايزة لحمة مفرومة وعندك المفرومة بايظة، أو اللي ما عندكيش كبة خلاط اللي هي الكبيرة، أو عندك كبة خلاط صغيرة وهتعذبك مع بال ما تعملي بيها، فهقولك يعني هقولك ازاي انت تعملي لحمه مفرومه بطريقه بسيطه زي ما احنا شايفين كده. طبعا هي المعلومه اكيد وصلت لكم يعني، بس انت بتجيبي اللحمه وبتحطيها في الفريزر لحد ما بتجمديها، وبعد كده بتبداي ان انت بتاخدي قطعه اللحمه دي وتبشريها بالمبشره، ف يعني بتنزل معاكي لحمه مفرومه بكل سهوله. طبعا الطريقه دي تقدري انك تستخدميها برضو بالنسبه للفراخ، يعني لو عايزه برضو ان انت تفرمي الفراخ برضو جمدي، خدي الصدور بتاعت الفراخ وحطيها في الفريزر، وبعد كده تبداي اللي انت ايه بتبشريها بالمبشره، فبتتحول معاكي برضو يعني الفراخ مفرومه برضو. دي كده حبايبي كانت المعلومه بتاعت النهارده، اتمنى اللي هي تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم منها، ويا ريت كده يعني لو لسه جديد في القناه تدعموني كده باللايك والشير، عشان يعني المعلومه دي توصل لاكتر عدد من الناس اللي هم يشوفوها ويستفادوا منها. عشان ساعات ست البيت كده بتبقى يعني ما عندهاش مثلا مفرمه او بايظه او فيها مشكله او كده، ف يعني ايه الفيديو ده هوت يعني المعلومه تستفاد منها، والفيديو كمان اللايك بيرفع الفيديو. كان معكم حنان الوراجي ومنى وفتحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.